sequence is divided, a series which is a sequence. Okay? Another part, transformers. In fact, being a sequence with series. ان تكعيب زائد واحد. يبقى من ان تساوي واحد الى ما لا نهايه. دي سيكونس. يبقى الترم الاولاني حط لنا واحد. يبقى يديني واحد على واحد تكعيب زائد واحد. الترم الثاني واحد على اثنين تكعيب زائد واحد. الترم الثالث واحد على ثلاثه تكعيب زائد واحد. وهكذا. معايا يا ولد؟ امال السيريس يا دكتور بينهم مش قامص بقى بينهم زائد صم مجموع تمام كده؟ طيب في حاجه اسمها كونفرجنت سيكونس ودايفرجنت سيكونس وفي حاجه اسمها كونفرجنت سيريس ودايفرجنت سيريس انا كنت عايز اتكلم فيه بس بقى ايه ما لحقتش غير ان اقول ايه هي الكونفرجنت سيكونس وامتى تكون كونفرجنت سيكونس تمام؟ ببساطه شديده الترم ده لما تحط ال n ما تحطش ال واي هذا وحش جدا لو قعدت متمني فيها واتخرجت بيها ورحت انترفيو بيها ها ابقى قابلني لو حد شغلك افتكر كلامي بس الله امان عليك افتكر كلامي عشان الوقت لا ينفع ندم يكون يا ريتني سمعت الكلام ده هتسمعه دلوقتي خسران ايه؟ لو ما نفعش انت مش خسران منه حاجه خلاص يا لو ليه فعلا مصلحه ولا غلطان بالله عليك لو كلامي ده في الهواء ملوش لازمه هتفرق ايه معاك يعني لما تاكله يعني وانا بدوق للفساد لا سمح الله ده بالك ما تحطش ده في بقك مفيش ماتش حد في بقك اصلا يعني ولا انت ملبانه بالنسبه عشان لما الفني يقول لك انت ملبانه مش هتعرف تلطشه لان هو اشطر منك فورما اشطر منك وقت ما تتعلم صح شغلك هو هيقول مش قدامك هقول لك قدامك مفيش مهندس يندب لبانه مثلا تمام ربنا يصلح حالك داخلين على مهمه صعبه المهندس مدير انت محطوط يعني تحت الميكروسكوب ايا كان تخصصك ايه لا كل هيعملوا لك كذا اختبار يا تطلع كويس يا تطلع اي كلام ويضحك عليك ما بالك بقى واحد يحط ايده في بقه بقى بالله عليك واحد مهندس عمال يحط صباعه في بقه يدي امر ازاي ده؟ حط صباعه في بقه يعني حتى كمان مش هقول النظافه بس ثقه بالنفس كل حاجه مفيش ثقه بالنفس ما تقوليش واحد عنده واثق عنده ثقه بنفسه يقعد يحط صباعه في بقه مفيش كده اللي يزعل مني يتفل ربنا هو اللي يعلم انا بحبك ولا لا ربنا هو اللي يعلم في حاجه اسمها كونفرجن سيكونس ودايفرجن سيكونس ايه كونفرجن سيكونس اللي هي المتتابعات المتقاربيه ببساطة شديدة لما تحط ان رقم كبير جدا وليكن يقول ما لا نهاية ها ويديك الرقم ده رقم يبقى دي كونفرجنت سيكونس طب اداك ما لا نهاية كونفرجنت يعني لما كنت كده قال لك ايه السيكونس دي 3 قوسين لما تجيب الليمت بتاعها نهايتك والان بتند انفينيتي بهذه هديك ايه؟ انفينيتي صح صح هديك لازم تكزيست او تكتبها على انفينيتي ماشي تمام كده؟ طالما ما ادكش رقم تمام؟
ينتمي للار يبقى دي اسمها ايه؟ كونفرجن سيكونس. يبقى احنا دلوقتي خدنا معلومه صغيره جدا وهنستكملها ان شاء الله كده مع عمر وسجل الاثنين بعد القادم الموافق يوم 16/5. تمام؟ نقفل شغلنا ان شاء الله. ثلاث ساعات ضرب نار. اللي عايز يغيب يغيب. بس ما عيطش. الامتحان ما يكونش عيط. 20 درجة على الانفينيت سيريز. 20 درجة. في كم سؤال؟ خمس أسئلة. خمسة من أربعة بـ20. وكم سؤال في التانيين؟ خمسة برضه. خمسة من أربعة بـ20. كل سؤال أربع مرات. حظكم حلو. لأن السؤال الهاير أوردر أنا قلت لك التلت والتلتين إلا إذا أنا بديك الدرجة من نص. تمام كده؟ فالواي اتش من الاثنين على الأسف. الواي اتش السؤال بتاع من الاثنين. لأن أنا كل سؤال من أربع درجات. فاهمين حاجة؟ طيب يبقى دي اسمها ايه؟ ها؟ كونفرجن سيكونس. امتى؟ اما اجيب الليمت ها؟ وتاني بتند انفينيتي يطلع لي رقم، يطلع لي ايه؟ رقم ينتمي ريال نمبر، ينتمي ايه؟ للاعداد الريال، الاعداد الحقيقيه. كويس. الكونفرجن سيكونس يطلق عليها كوشي سيكونس. يبقى انت لما تيجي تقرا في كتابي ها؟ كلمه كوشي تعرف انها اقصد بيها ايه؟ ها؟ كونفرجن سيكونس، كونفرجن سيكونس. ان شاء الله نستكمل مع بعض ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله. طبعا بس ما تنسوش السبت، لا سبت الامتحان باذن الله يا رب. الساعه كام؟ انتوا اربعه، انتوا اربعه اللي هو المجموعه الاولى 9/4، المجموعه الثانيه 3:30. ومحدش يمتحن هنا وهنا، لا المجموعه الاولى تمتحن معادها، المجموعه الايه؟ الثانيه تمتحن معادها. تحياتي وزي ما قلت لكم حبايبي لو زعلت حد فيكم عرفوا عليا. ما اقصدش بس خايف عليكم وابقى عايزكم تبقوا اشطر الناس واحسن الناس. برضه مفيش فايده برضه، تحفه تحفه وكويس كويس. مفيش فايده.